محمد من الشرقية معانا ولا لأ؟ سوسان ازي حضرتك؟ انا سامعك كويس، انا سامعني. أهلا وسهلا يا محمد، سامعك كويس. أبو محمد دلوقتي من مصر أو من الجيزة، بيقول إنه أسعد إنسان وسعيد بعبد الفتاح السيسي وعنده كل مقومات السعادة، إيه رأيك؟ والله يا فندم، بس هو في نقطة بس كده، بس نتفق بس ونتناقش بأسلوب محترم. اتفضل. هو حياتك سعيد عندك في تركيا؟ أو في المكان اللي حياتك موجود فيه؟ أنا إيه؟ حياتك سعيد عندك في المكان اللي حياتك موجود فيه؟ والله ممكن أقول لك آه، يعني أنا سعيد في المكان اللي أنا موجود فيه، أنا مش في تركيا يعني. أيا كان المكان اللي موجود فيه، مفهوم السعادة يا فندم إن حياتك تكون مثلا مرفه، عندك مثلا جميع الإمكانيات مثلا هي اللي بتساعد على راحتك، دي مفهوم السعادة مثلا بالنسبة لحضرتك مثلا يا لا، سوسن؟ أنا مفهوم السعادة لا بالنسبة لي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه، معافى في بالظبط بدنه، بالظبط يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا وما فيها، أو كما قال بالظبط النبي عليه كده الصلاة والسلام. فأنا ده معيار السعادة عندي، أو مؤشر السعادة بالنسبة لأسامة جويش، إن أنا آمن في سربي، مش خايف إن تيجي الشرطة تعتقلني بالليل، ولا إن ضابط يبلطج عليا في الشارع، وإن أنا الحمد لله معافى في بدني. أكيد عندنا كلنا مشاكل صحية، لكن الحمد لله قادر أتكلم بص يا سوسن، وأملك قوت يومي الحمد لله. فخلاص ده معيار السعادة عندي. اتفضل. تمام اتفقنا، كلام زي الفل. بص يا سوسن، هو عشان حد يقول ان مصر ما فيش فيها مشاكل، لا ده مش استحاله، كان مصر فيها مشاكل موجوده وكل الناس لمساها، بس مش معنى ان المشاكل دي موجوده ان احنا نهد البلد. هد البلد مش ده مش العلاج اللي الناس عايزاه. صح. يعني لو انا وانت مثلا وده وده مثلا يطلع سوق يلا نطلع على افتح السن الغيار، ماشي زي الفل، انا معاكم او انا اولكم. اتحلت المشكله؟ لا ما اتحلتش المشكله، كويس. ده الموضوع زاد اكتر، زاد سوء اكتر. فاحنا في نقطه بقى، لو هنقارن بين العيشه في مصر والدول اللي بره، ايا كان بقى دول خليجيه او دول اوروبيه، لا ده في فرق شاسع. انما احنا لو هنقارن بين مصر من 10 سنين ومصر دلوقتي، لا في فرق شاسع، فرق شاسع في كل حاجه. أحسن ولا أوحش؟ بس احسن طبعا، احسن في أحسن كل طبعا، مجالات، أحسن بس في إيه مش يا حاجه محمد؟ 100% اللي الناس عايزاها، لا لا، أحسن مش في إيه يا محمد؟ 100%. أحسن في إيه؟ اتفضل. من 10 سنين أحسن في إيه؟ أحسن في كل حاجة، في صلي بينا إيه؟ على كامل النور. عليه الصلاة والسلام، قول لي. ها؟ دلوقتي حاليا أنا لما أمشي على طريق مثلا من 5 سنين أو من 7 سنين وأقعد ساعة ونص عشان أوصل للمكان ده، دلوقتي أنا ممكن أروح المكان ده في 10 دقايق، ده بالنسبة لي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ جميل، وإيه كمان؟ تمام. تعالى دلوقتي حاليا، أنا قبل كده لما كنت مثلا أروح مستشفى، يعني حد أنا أعرفه معرفة شخصية أقدم على عملية قلب مفتوح، الراجل ده ربنا يعافيه يا رب ويعافي الجميع. الراجل ده لما قدم على عمليه قلب مفتوح، فجيت ان في تليفونات بوزاره الصحه بتصل عليه بتنسق معاه عشان ميعاد العمليه، وبعد ما اتعملت العمليه وقام بالسلامه بداوا يطمنوا عليه. ده ما كانش موجود في مصر. فما مش بقول لك ان الصحه 100% تبقى ما فيش فيها مشاكل، لا، لا هي في الصحة مشاكل مش مية بس في في المية يا حاجات محمد، ما كانتش استنى بس يا موجوده بس محمد، موجوده. محمد الله يخليك، أنا سمعتك، بس الصحة ما تقوليش مش مية في المية، لا، الصحة منيلة بستين نيلة في مصر. الراجل ماشي، ده، ما فيهاش حاجه، ما الراجل ده، استنى اختلفناش بس على كده، استنى بس، ما الراجل ده اختلفناش على بنى كده. 5 مستشفيات حكومية في 7 سنين يا محمد. الراجل ده مستشفيات الصحة ما فيهاش دكاترة، يا نص استاذ يا دكاترة مصر سوسن، يا هربوا يا سوسن، محمد، نص وينفع دكاترة يعملوا مصر مستشفى قلب عن عندي في طريق انجلترا المستشفى هنا يا محمد. يا الدكاترة سوسن؟ بيسيبوا البلد ينفع؟ وبيجوا بريطانيا يشتغلوا. انا صحة ايه معاك، اللي مش كلام 100% مظبوط، يا راجل؟ كلام مظبوط. دي من ضمن المشاكل اللي موجوده في مصر وحلها مش في يوم وليله، ايوه الحاجات دي عايزه وقت. البلد بقى كويس، لها اكتر من 30 40 سنه في الثلاجه متجمده، ممتاز، كل المشاكل دي حاليا على الترابيزه دلوقتي. خليك معايا يا هيتحل في لمح محمد، البصر؟ جميل العصير قوي، السحري هيتحل؟ خليك استحاله. معايا، خليك معايا. احنا دلوقتي عندنا وجهتين نظر يا جماعه، عشان بس نلخص اللي بيتقال. ابو محمد من الجيزه شايف انه لا، مصر احسن حاجه في الدنيا وهو مبسوط جدا وعنده كل حاجه. محمد شايف ان في مشاكل موجوده، بس مصر دلوقتي احسن من 10 سنين، اتكلم على الطرق وعلى المستشفيات، وانا اختلفت معاه فيها. معانا محمد من امريكا ومحمد من ايطاليا، خلينا نسمع رايهم برضو، ويعني تعملوا كده في الدقائق اللي بايه نقاش رباعي ما بينكم. يعني نبدا من امريكا. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك، وتحياتي لاسره البرنامج وتحياتي للزملاء اللي موجودين تحية على ليك، أهلا وسهلا. يلا البرنامج. قول لي رأيك في اللي سمعته من محمد من الشرقية وأبو محمد من الجيزة، متفق معاهم ولا مختلف؟ طب انا هقول بس، هلخص لك حاجه بعد اذنك. اتفضل. اولا انا في ناس خدوا محلات عندي في مصر وجبت حكم عليهم ورحت لمديريه امن الجيزه وقابلت واحد من الضباط اللي هناك، قلت له لو سمحت انا معايا حكم بالقبض على فلان لانه استولى على محلاتي. عارف حضرتك بيقول لي ايه الضابط ده؟ بيقول احنا مش فاضيين للكلام ده، احنا فاضيين بس عشان
نجمع في الاخوان المسلمين، نقبض على الاخوان المسلمين. ده الهدف النهارده للحكومه المصريه، ان هي عايزه تقبض على الاخوان المسلمين. طب ما هو ابو محمد في الاول، ابو محمد في الاول شايف ان هو سعيد عشان كده، عشان الحكومه بتقبض على الاخوان. طب كويس كويس، هو سعيد ان هو بيقول الحكومه انت بتقبض عليه، ردك طبعا ايه دي حاجه طيب؟ وحشه طبعا. لا هو فعلا قال كده، قال انا شايف، انا سعيد لان الدوله بتقبض على الاخوان، ويعني بعيدا عن الشتيمه اللي قالها، لكن هو شايف ان كون الدوله بتقبض على الاخوان فهو مبسوط. انت ردك ايه؟ طب انا عايز اعرف هم الاخوان عملوا ايه؟ لا مش الاخوان عايز ادخل لو في فلوس راحت. التفاصيل، طيب فكرة ان اوكي، حد مبسوط ان النظام بيقبض على تيار معين، انت ردك على ده ايه؟ لا طبعا انا مش مبسوط بحاجه زي كده. هي اللي احنا عايشين في البلد دي بقالنا في سنين، النهارده مفيش فرق بين اخوان وغير اخوان النهارده، دي حاجه. بس انا عايز ارد على اسال سؤال بس، ايه رايكم في مياه النيل اللي عماله بتنقص النهارده، واللي ضيعت، واللي الرئيس السيسي ضيع مياه النيل بالاتفاقيه بتاعته؟ ايه رايكم في النهارده في اللي هو ضيع تيران وصنافير؟ ايه رايكم النهارده لما هو ضيع حقول الغاز؟ هل انتم موافقين على هذا الكلام ولا لا؟ ازاي النهارده تضيع حقول الغاز؟ ازاي النهارده نغير في المياه الاقليميه وحدودها علشان ندي حقول الغاز لناس تانيين، لبلاد تانيه؟ مين يقول كويس الكلام ده؟ جميل، وبعدين خليك مفيش معايا يا تعليم في محمد، مصر، خليك مفيش. معايا يا محمد. يبقى محمد شايف انه لا، السيسي ضاع مية النيل وضاع تيران وصنافير، وهو عكس اللي محمد وابو محمد كانوا بيقولوه.